والله مع أجواء الوطنية هذه يعني الواحد فعلا يشعر بالاحتفاء بحق يعني في داخله. احنا وانتم مع الدكتور عامل المعرفة الدكتور احمد العرفج في اهلا بالعرفج، وهذه الحلقة الخاصة والمهداة الى الوطن، ووصلنا معكم الى هدية العرفج. نشوف هديتنا يا دكتور. يلا. طيب هديتنا اليوم في هذا اليوم الجميل، انا اعتقد انها هدية مميزة جدا ومن اثمن الهدايا اللي عرضت، الجواز السعودي. يا سلام يا اخي، فعلا الجواز يفتح النفس. وش تقول عن الجواز السعودي، عن هذه الهوية اللي يعتز بها كل سعودي حقيقة؟ انا اعتقد ان الجواز ليس هوية ولا وثيقة، هو رمز. رمز لك انت في الاخير لما تطلع خارج السعودية، لا يربطك بالسعودية الا هذه الرمزية. تعرف في وطن وفي رموز الوطن، رموز الوطن العملة العلم الجواز، هذه اشياء مقدسة بالنسبة للوطن. يعني انت ممكن تقول لي خلينا نقول الشماغ ما هو رمز، لأنه كثير ناس يلبسون شماغ، بس الجواز لا، الجواز وثيقة. في المناسبة ذي هو إن نجيب الجواز هدية ما هو عشان بس نوري الناس، لا، الناس دائما يقول لك رحنا جورجيا رخيصة، رحنا أذربيجان رخيصة، رحنا إندونيسيا رخيصة، لا هي ما هي رخيصة، هو دولتك عظيمة وقوية وخلت عملتك هذه البسيطة القوية تصرفها بعشرات من العملات الثانية. أنت لو تقعد مع إندونيسي قال لك بلده غالية لأنه هو عملته رخيصة، أنت المفروض تشكر حكومتك اللي خلت جوازك قوي. تدخل بعض الدول من غير أكثر الدول في العالم من غير تأشيرة، أو أنك تحصل على تأشيرة في دقائق. شوف بعض الجنسيات من غير تسمية، مثلا لو تقولنا العراق اليمن سوريا الجواز حقه متعب كثير، الله يكون بعونهم، لكن أنت عظمتك جات من قوة جوازك وعملتك. هذه البلدان اللي تروح لها فرحان أنها رخيصة، هي ما هي رخيصة. راتب الجورجي معظم الرواتب ما بين 600 إلى 1200 ريال. أنت عملتك القوية لما تروح تصرف هو اللي خلاك قوي، هو هذا الجواز وهذه الدولة اللي تنتمي لها وهذا الوطن اللي نحتفل بمناسبة 88 سنة على ميلاده، هو اللي خلاك قوي. فلذلك أنا ضد من يقول لك والله بلد رخيصة، لا ما هي رخيصة، أنت عملتك قوية، لديك رجال بنوا اقتصاد قوي خلوك قوي، وين ما تروح ريالك يصرف، مرتبط بدولار، جوازك قوي. والله أقسم بجلال الله قبل أمس يوم داخل عمان الناس يفتشون، يوم شاف جواز سعودي قال تفضل من غير تفتيش، إيش اللي أعطاك الجواز؟ يا سلام، هذا من مصادر فخرنا حقيقة. نعم. طيب.